حركة حثيثة في مقر مفوضية الانتخابات وعدد من مراكز الاقتراع بالبصرة جنوبي العراق. موظفون دائمون ومتعاقدون يباشرون عملية محاكاة تحضيرا للاقتراع المرتقب في أكتوبر تشرين الأول المقبل. الهدف تجربة الأجهزة وصناديق الاقتراع وأوراق الانتخابات الجديدة وتعريف الناخب بآخر تقنيات العملية الانتخابية المنتظرة الخريف المقبل. مفوضية الانتخابات في عموم محافظات العراق باشرت بإجراء عملية المحاكاة الثانية، ومن خلال وسائل الإعلان سوف يتم تعريف الناخب إلى عملية بدء عمل الأجهزة وكذلك الإجراءات المتخذة يوم الانتخابات 10/10/21. تحديات عديدة تواجه المفوضية، أولها تأمين مراكز الاقتراع ومطالب الموظفين المتعاقدين الذين لوحوا بمقاطعة الانتخابات إن لم يثبتوا في وظائفهم. بالنسبة للعقود تأثيرهم المباشر على العملية الانتخابية، فإحنا وراح نكون إحنا مشرفين تقنيين على العملية الانتخابية من الدرجة الأولى، ولولا إحنا يعني ما أعتقد يصير انتخابات. وفيما تتواصل عملية الإعداد للانتخابات النيابية العامة، لا يزال كثير من المواطنين يرون أن التجربة الانتخابية هي إعادة تدوير لسياسيين سابقين، خصوصا مع إعلان التحالفات والكتل السياسية عن نفسها ومرشحيها قبيل الانتخابات. ويرى متابعون أن تعديل قانون الانتخابات فوت على الأحزاب السياسية فرصة التلاعب بنتائج الانتخابات، إلا أن القلق من تولي الأحزاب الحاكمة للسلطة لا يزال قائما عند سكان البصرة والعراق عموما. رغم كل الظروف المحيطة بعملها، تسعى المفوضية لإكمال إجراءاتها الخاصة بالانتخابات المقررة في 10 أكتوبر القادم، مركزة على رفع مستوى الوعي بأهمية الاقتراع في وقت تتراجع فيه ثقة الشارع العراقي بالعملية الانتخابية. مازن الطيار، العربي، البصرة.